لماذا لا يمكن لروسيا والصين الاتحاد ضد أمريكا؟ يمكن القول إن العلاقات بين روسيا والصين قد بدأت تتطور بشكل متواصل بداية من تسعينيات القرن الماضي، نتيجة للتغير الذي طرأ على المشهد السياسي العالمي. إلى جانب ذلك، لم يكن هذا الميل للدفء في العلاقات بين الجارين العملاقين غير المرضي عنه غربيا إلا نتيجة طبيعية أخرى للتطورات التي طرأت على البلدين داخليا في سياق ارتدادات انهيار الاتحاد السوفيتي الدراماتيكي. يعتقد جورج فريدمان، المحلل الاستراتيجي في موقع جيوبوليتيكال فيوتشر، أن مجرد التفكير في أن هنالك احتمالية منطقية للتحالف الروسي الصيني بسبب الخصم المشترك للطرفين هو مجرد وهم غير قابل للتحقق، وذلك لأن الطرفين يعجزان حتى الآن عن حل مشكلاتهما العالقة ذات الطبيعة الاقتصادية والاستراتيجية، ما يبقي هذا التحالف ممكنا فقط نظريا وعلى الورق. ظاهريا يجمع الدولتين ويوحدهما الولايات المتحدة بوصفها خصما مشتركا، ما يؤهل لخلق أرضية قوية للتحالف على أساسها، فهما قوتان عسكريتان معتبرتان على الساحة الدولية، ويمكنهما اقتصاديا مساندة بعضهما البعض. تعاني موسكو وبكين من مشكلات تتعلق باقتصاد كل منهما، فاقمتها سياسات الولايات المتحدة بحق كل منهما. تأتي مشكلات روسيا بالأساس من مشكلة أسعار النفط العالمية التي لا تتوقف عن الانخفاض، وفي أحسن حالاتها لا تتوقف أسعارها عن التذبذب. وتتضخم المشكلة الروسية من حقيقة أن اقتصاد موسكو الذي يعتمد أساسا على تصدير النفط والغاز يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية الأوروبية منذ 2014. في الوقت ذاته تكمن مشكلة الصين الاقتصادية في اعتمادها على قطاع التصدير بشكل كبير. واشنطن الذي تعد المستورد الأكبر للمنتجات الصينية كانت في 2019 قد فرضت تعريفة مرتفعة على ما حجمه 250 مليار دولار من الصادرات الصينية لواشنطن. يبدو أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين لن يساعد في حل هذه المشكلة جذريا، إذ تحتاج روسيا إلى بيع المواد الخام من النفط والغاز بكميات كبيرة جدا حتى تبقي اقتصادها على قيد الحياة، خصوصا أنهما معا يشكلان تقريبا 60% من مجموع صادرات روسيا الاتحادية، ويسهمان ب40% من دخلها السنوي. اشترت الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط الروسي ما نسبته 22% من الإنتاج النفطي، وفقط 1% من الإنتاج الغاز الروسي في العام الذي سبق أزمة كورونا. ومع حقيقة أن الصين بحسب تقارير صحفية قد احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكبر مستورد للنفط والغاز، فإنها لا تستطيع الحصول على كمية أكبر من الجار الروسي بسبب فقر البنية التحتية بين البلدين لنقل الغاز والنفط وتكريرهما وتخزينهما. لذا فالصين يمكنها أن تساهم بتلبية جزء بسيط من احتياجات موسكو بإيجاد مشترين لإنتاجها، لكنها لا تستطيع شراء كميات كبيرة تمكن الأسعار من البقاء مرتفعة حتى تساعد روسيا اقتصاديا. من جهة أخرى تحتاج الصين كذلك إلى إيجاد مشترين لمنتجاتها. في سنة 2017 شكلت الصادرات الصينية 20% من الناتج الإجمالي المحلي بحسب البنك الدولي، وتشكل الولايات المتحدة السوق الكبرى على الإطلاق للمنتجات الصينية، إذ تستوعب واشنطن 19% من إجمالي صادرات بكين. وفي ظل حرب الضرائب الأمريكية على منتجات الصين، سعى الحزب الصيني الحاكم جاهدا لإيجاد مشترين بدلاء، وروسيا لا تستطيع أن تكون البديل، وحتى إن أرادت فهي لم تستورد أكثر من 2% من إجمالي الصادرات الصينية، في حين استوردت واشنطن أضعاف ذلك الرقم. عسكريا تبدو الأمور أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية في هذا المضمار في تحسن مستمر خلال العقود الأخيرة، إذ تأتي الصين على رأس قائمة مستوردي الأسلحة الروسية، وبحسب مصادر إعلامية روسية اشترت بكين العام الماضي منظومة S-400 الدفاعية الروسية، وقد شاركت الآلاف من القوات الصينية في المناورات العسكرية الروسية الأضخم منذ انتهاء الحرب الباردة في سبتمبر 2018. هذا التقارب أوحى للكثيرين بإمكانية أن يؤسس لتحالف مهم بين القوتين، لكنهم تغافلوا عن حقيقة أن التحالفات تقوم على أساس المصالح المشتركة، وأن بين البلدين تاريخا طويلا من عدم الثقة المتبادلة بسبب النزاعات المتكررة طوال السنين الفائتة على مسألة الحدود، وبسبب التنافس الشرس على آسيا الوسطى خلال فترة الحرب الباردة.